هاي بنات، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنتكلم عن الأنوثة. بصراحة أنا المفروض أكون من آخر الأشخاص اللي تتكلم عن الأنوثة، لأني دايما كان بيقولوا عليا إن أنا ولد في نفسي قوي. وبما إن أنا كنت بعاني من الموضوع ده وحاولت أعالجه ولسه بتعامل مع نفسي في موضوع الأنوثة، إن إزاي أزود طاقة الأنوثة جوايا وإزاي أتعامل كأنثى وأقلل شوية من الجانب الولادي اللي فيا. فجاي النهاردة أقول لكم أنا بعمل إيه عشان علي مستوى طاقة الأنوثة عندي، سواء كنت لسه في بداية عمرك في مرحلة العشرينات أو حتى في مرحلة الثلاثينات الأربعينات والخمسينات. لازم نحافظ على أنوثتنا في جميع أعمارنا المختلفة، سواء كنت مرتبطة أو مش مرتبطة أو على وشك الارتباط أو لسه بتفكري ترتبطي. فيديو النهاردة هيفيدك جدا. انتي في الأول وفي الآخر معروفة كونك أنثى، فلازم الجانب ده ما ننساهوش في نفسنا خالص. وبالرغم من ان المودرن لايف ستايل بتاعنا وحياتنا الحالية، ان احنا دخلنا مدرسة ودخلنا جامعة وبعد كده اشتغلنا وبقينا اعتماديين جدا على نفسنا، فالجانب الانثوي بتاعنا يعني حصل له هبوط كده شوية واختفى شوية في زحمة الدنيا، وبقينا شوية نتعامل بشكل رجالي اكتر او شكل جدعانة اكتر او شكل اللي احنا ايه، احنا 100 راجل في بعض. وبما ان انا شخص عنادية وبحب ابقى شخص مثالية في جميع اوجه حياتي، سواء حياتي العاطفية مع زوجي، سواء في البيت سواء في الشغل، فحاولت اشتغل على الموضوع ده كتير جدا، لان كنت خلاص يعني انا فعلا كنت تقريبا نسيت الجانب الانثوي مني. كنت دايما رابطة شعري، كنت دايما بلبس بناطيل جينز، دايما بتحرك سريع، ماشي سريع، بتكلم بسرعة، كل حاجة بسرعة، يلا عندي شغل مش فاضية، وي 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 ستوب. لازم نتعلم نرجع أنوثتنا تاني، ولازم نستخدمها كل يوم في حياتنا، سواء ساعة ساعتين، سواء مرتبطة أو مش مرتبطة، سواء لازم تتعاملي بالجانب الأنثوي بتاعك ده إن شاء الله. حتى مع إخواتك الولاد، مع باباكي، مع أصحابك الولاد في الشغل، مش لازم تبقي يعني حاجة كده مايعة، بس لازم تطلعي الطاقة الأنثوية فيكي وتنميها وتكبريها، لأن هي اتدفنت مع ظروف الحياة الحالية. اول حاجه ابتديت اهتم بانوثتي، يعني خلينا كده نفكر، لما بنقول كلمه انثى بنتخيل ايه؟ انا بالنسبه لي لما بفتكر كلمه، اسمع كلمه انثى، بفتكر فاتن حمامه، الجيبه والهاي هيلز والشعر اللي مش عارف معمول ازاي. يعني احنا مش لازم نوصل للمرحله دي، بس انا من الاشخاص اللي بحب دايما يكون في دولابي جميع انواع القطع، سواء لبس ولادي، سواء لبس سريع، شورتات، بناطيل جينز، حتى فساتين البنات لازم تكون عندك في دولابك. لازم يكون عندك على الاقل جزمه هاي هيل، كعب عالي، لازم تلبسيها لو على الاقل يا جماعه مره في الشهر، خروجي خروجه كده مره في الشهر. لو انت بتلبسيها بشكل دايم مبروك عليكي. انا من الاشخاص اللي بس يعني بزق نفسي بالعافيه ان انا البسها مره في الشهر عشان احس كده وانا ماشيه بحس بانوثتي. يعني انا الهاي هيلز بحس ان هي حاجه انثويه جدا. المانيكير الاحمر، الروج الاحمر، الحاجات دي كده بتزود طاقة الأنوثة بتاعتك وتحسي كده بأنوثتك. فدايما من فترة للتانية استخدمي، البسي هاي هيلز، حطي مانيكير أحمر على حسب المناسبة، خارجة بالليل طبعا لو انت رايحة الشغل لأ. فلازم على مدار اليوم كده نغير الأدوار بتاعتنا. الصبح وانا رايحة الشغل ألبس اللبس المريح الصبياني أو الكاجوال أو الكلام ده كله، بعد الظهر ألبس لبس كده يكون واسع بنوتي مش عارف ايه، وانا رايحة البحر ألبس اللبس، أغير من المود. يعني هي الفكرة كلها، مش انت مش بتعملي ده عشان تبهري حد، انت بتعملي ده عشان نفسك، عشان تحسي ان، عارفين كده لما بنسوق العربيه بنغير الجير بتاعه العربيه. انا عايزاكي على مدار اليوم بتغيري طاقتك من انثويه لولاديه لصبيانيه لرجاليه لمرأيه whatever، عشان تحسي ما تجيش في وقت او في زمن او لما تكبري في السن تقولي يا ده انا ضيعت عمري في الشغل، ضيعت انهكت نفسي في الشغل وتربيه الاولاد وتنظيف البيت وربطه شعري، يا سلام ده انا كان شعري وانا صغيره كان مش عارف ايه، ده انا كان بشرتي كانت مش عارف ايه ودلوقتي عجزت وكرمشت. لا 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 لا، احنا مش عايزين الكلام ده. احنا عايزين دلوقتي، من دلوقتي، سواء انت في اي مرحلة عمرية لازم تبدأي تحطي روتين عشان ترجعي طاقتك الانثوية. انا بصراحة من عندي واحدة صاحبتي لبنانية
يعني انا بحس اللبنانيين يا جماعه 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع على مدار السنه انثويين، حتى لو هي لابسه لبس رجالي بس هم اسلوبهم في الكلام زي العسل. وصراحه بحب اكلمها من وقت للتاني، بحس ان هو ايه لما بكلمها بحس ان حد كده لطشني قلم فوقي، انتي نسيتي نفسك. شوفي هي ما شاء الله عليها، يعني طريقة كلامها سواء معايا مع بنت زيها مع حبيبها مع اخواتها طريقة أنثوية، وتحس ان هما زي ما بنقول كلام المصري لسانهم عسل بينقط سكر. فلازم برضو انت كمان تدربي لسانك، لازم تعرفي تستخدمي الكلام الصح، زي ما بتلبسي كده الهاي هيلز ونحط المانيكير ونمشط شعرنا ومن فترة للتانية نروح نعمل سشوار او نعمل يعني كيرنج او بيوتي كير لشعرنا او مانيكير او باتيكير او سبا او وات ايفر. لازم برضو تاني حاجة تشتغلي على لسانك، ان انت ازاي تعرفي تستخدمي الكلام الانثى اللي بتقوله، ولازم لكل مقام مقال. يعني ما ينفعش تروحي تقولي لواحد كده انت ما تعرفوهوش ايه يا حبيبي او ايه يا حبي، الاتنين ما ينفعوش، سواء بالشكل الصبياني او الشكل الانثوي ما ينفعش. لازم الكلمة تتقال للشخص الصح، ولازم على حسب كل يعني مقام، كل مقام مقال زي ما قلنا. فمش في اي وقت ان انت تعرفي تغنيجي وتدلعي واي حد في حياتك، لا لازم كل واحد في حياتك، يعني حتى لو حبيبك مش طول الوقت هيبقى كلامك زي السكر وبينقط عسل، لا لازم تغيري جيرز عشان هو كمان ما يزهقش. تخيلي كل يوم كده بتاكلي جاتوه 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 هتزهقي، هتحسي ان انا لا انا محتاجه جبن حادقه مثلا. فلازم تغيري من اسلوبك في الكلام وتتعلمي. انا من الاشخاص اللي اتعلمت منهم كتير جدا هي كارول، ليها قناه على اليوتيوب بصراحه يا جماعه، يعني كارول كده بس انا اقعد اتفرج عليها اقعد متنحه، بتعلم منها كتير جدا. تابعوها واستفيدوا من فيديوهاتها، بتتكلم عن الاتيكيت، بتتكلم ازاي عن البادي لانجويج، ازاي اصلا تزودي طاقات الانوثه عندك وتحبي الجزء ده من شخصيتك وتحييه. الانثى لازم تكون ذكيه او مسلحه بالذكاء، يعني في جمله كده دايما انثى مسلحه بالذكاء. فاشتغلي على انوثتك ولازم تكوني انثى ذكيه، مش مجرد شكل، لان معروف بين الرجاله كويس جدا يقولك ايه البنت دي منظر، البنت دي وش جير، يعني وش جير يعني حاطه كده ميك اب وفونديشن وحاجات كتير في وشها عشان تبان حلوه، وبتبان حلوه بشكل اللي هي عروسه المولد، اللي هو عروسه المولد دي عباره عن سكر مع الوان وفي قالب. فانت مش مفروض تكوني عروسه المولد، انت مفروض تكوني انثى ذكيه، اقري اتثقفي اعرفي تتكلمي صح ازاي، يعني لما تبداي تتكلمي تلاقي كله سكت عشان نفسه يسمعك، فما تتكلميش عمال على بطال. لازم تكوني هادية راسية، كل كلمة تقوليها تديلها حقها، تفكري قبل ما تقولي الكلمة عشان ما ترجعيش تندمي، لان خلاص ده لما بينطق وبيطلع خلاص اتحسبت عليكي. فلازم تكوني راسية جدا، تكوني ذكية في اختيار الكلمات، تفكري قبل ما تقولي، تطلعي الكلمة في وقتها الصح. في الاول هيتطلب منك مجهود وتعب، يعني انا لغايه دلوقتي بتعب وبشتغل على نفسي كتير جدا عشان انمي الجزء ده فيا، بس احنا درسنا كتير وصرفنا على تعليمنا كتير واشتغلنا كتير في الكليه عشان نخلص وناخد الشهاده. انت برضو محتاجه، كونك انثى محتاجه ان انت تتخرجي من مدرسه الانوثه، محتاجه تحيي الجزء ده فيكي وتدرسيه وتدربي عليه. زي ما بتخلصي كده الجامعه وتروحي تتدربي على الشغل، انت لازم تتدربي على انوثتك عشان ترجعيها تاني وتستخدميها بشكل لائق. الانوثه يا جماعه مش بس ان انا ببين جسمي وابين معالم جسمي وان انا ابين رجلي وكتفي، الكلام ده على فكره انا ممكن اكون لابسه شوال بس البادي لانجويج بتاعتي بتتكلم بشكل انثوي. مش لازم يعني سواء انت محجبه مش محجبه، سواء بتلبسي مكشوف ما بتلبسيش مكشوف، البادي لانجوج بتاعتك بتتكلم عنك حاجات كتير جدا. طريقه قعدتك، انت ممكن تكوني ساكته بس بنظره بتتكلمي، ودي برضو من الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها وندرسها. ادرسي على اليوتيوب، خشي ادخلي اكتبي كده ازاي اتعلم البادي لانجوج. اعرفوا ان في، انا كنت قريت كتاب كده ان انت تقدري تعرفي الشخص الكذاب من الصادق من البادي لانجوج بتاعته. تلاقي مثلا الكذاب دايما
بيهرش مثلا كتير او بيخبي وشه وهو بيقول الحاجه عشان هو عارف ان هو كذاب. فانت البادي لانجوج بتاعتك لازم تتكلم على انوثتك، فلازم جيبي كتب، افتحي على اليوتيوب، ادرسي ازاي البادي لانجوج الصح في كل وقت. مش لازم ان احنا كل الوقت ان احنا نتعامل بشكل انثوي، يعني هو مش كده خالص. يعني انت ممكن تكوني قاعده كده خلاص بس كده، مش محتاجه تتكلمي، تمام؟ هتلاقي كل اللي حواليك قاعد باصص لك مستنيكي بس تتكلمي عشان يفهم. يعني في مثلا يقول لك تكلم حتى اراك. انت اول ما بتتكلمي الناس بتبدا تشوفك، فاعرفي ان انت قبل ما تتكلمي ركزي، ظبطي البادي لانجوج، ظبطي قعدتك، افردي ظهرك، ارفعي ده لفوق كده شويه، عشان ده مش ابراز، لا ده اظهار ثقتك بنفسك. يعني قعدتك وظهرك لورا وبصيتك كده لازم تبيني للي قدامك ان انت واحده عندك ثقه بنفسك، انت واحده ذات علم، انت واحده يعني كله كده نفسه يتكلم معاكي. فانت تكوني انثى ذكيه ذات ثقه، الثقه مهمه جدا. وطبعا لازم بتكوني بتعرفي تحبي نفسك، واتكلمنا عن الموضوع ده في فيديوهات قبل كده، اتفرجوا على حلقات سلسله دردشه بنات هتفيدكم جدا. خلصوا الفيديو ده وكملوا بقيه الفيديوهات التانية. كلمه انثى مش شرط ان هي تكون عامله شعرها شانيو وعامله ضوافرها احمر وحاطه الروج الاحمر. انت ممكن تكوني لابسه القطع الولادي اللي عندك اللي انت بتحبي تلبسيها عشان اللبس السريع، وان انت تكوني جاهزه بكل حاجه. او حتى مش معنى كده ان انت بتروحي تجيبي لبس ماركات عشان تبين ان انت انثى غنيه. يعني الغنى مش مهم، ان انت تكوني انثى ذكيه ذات ثقه بنفسها دي اقوى اسلحتك كبنت. فلازم تكوني انثى ذكيه ذات ثقه بنفسها بتحب نفسها، فدي هي اسلحتك. لبس بقى الماركات، لبسه ايه، جاي منين، ماركه ايه، براند ايه، الكلام ده مش مهم جدا. انت ممكن تكوني لابسه تيشرت عادي جدا جايباه من على الرصيف، بس قعدتك تبين ان هو براند. تعاملك مع شنطه ايدك يبين شنطتك ان هي براند حتى لو انت جايباها من السوق، تمام؟ انا مثلا من الاشخاص اللي ما بحبش احط شنطتي على الارض خالص، شنطتي عاديه جدا بس بحترمها، بحطها على كرسي، بحطها على ترابيزه. الشخص اللي قدامك يعرف ان انت بتحبي حاجتك، ان انت بتحترمي حاجتك، او ان انت بتعاملي حاجتك بشكل لذيذ. بس كان انت شنطتك بتعامليها حلو، مش هتعرفي تعاملي الشخص اللي قدامك. ففي اتيتيودز كده بتطلع منك، ده بتبين ان انت انثى بتحب الاهتمام بنفسها. يعني دي برضو من الصفات اللي الرجل بيحبها في المرأة جدا، الانثى اللي بتهتم بنفسها. يعني مش لازم ان انت تكوني طول الوقت كده روج احمر، مانيكير احمر، لابسه الحته الحمراء، الكعب العالي، البودره، الميك اب، الفل، لا الراجل بيكره ده. يعني بيحس ان انت اوفر، انت كده حاجه كده بتجزع زي ما بيقولوا. ف لازم ده يعني تغيير جيرز، انت كده بتغيري، تاخدي شفتات. انا دلوقتي النهارده مودي انثوي، النهارده مودي ولادي، النهارده مودي كده اكتف هايبر رياضي سبورتيف، النهارده كاجوال، وهكذا. فده بيحس ان هو ان انت لما يعني بتغيري، لا انت كده يعني انت واحده تالنت، دي تالنت يا جماعه انتوا بتعلموها. لو هي مش عندكم اتعلموها، اشتغلوا عليها، اكتبوا دلوقتي ايه الحاجات اللي انتوا ناقصاكم في صفاتكم في التالنتس دي، وانت محتاجه تشتغلي عليها وتدرسيها وتقري فيها وتتثقفي، ان شاء الله حتى تاخدي كورس، ان شاء الله حتى ان انت تروحي. يعني في دلوقتي مدارس اتيكيت بيعلمك ازاي، بس هي بصراحه في حاجات اوفر شويه، اللي هو طريقه تقشير الموز وقشرها بالسكينه لا هي الموزه بتتاكل كده، يعني دي انا بحس ان دي افوره، وان اكل مش عارفه، لا اكل عادي، اكل بالشوكه والسكينه بس بشكل منطقي، بشكل طبيعي، ما بقاش متكلفة. حتة الاهتمام بالنفس دي مهمة جدا، الراجل بيقدرها في المرأة. حتى لو انت جايبة بس يعني زيت جونسون وبادي باتر او بادي كريم اي حاجة، بس ان انت يكون قبل ما تنامي او اول ما تصحي من النوم عندك روتين للعناية بجسمك. لو انت قبل ما تنامي بتاخدي شاور يبقى ريحتك نظيفة كده حلوة بصابونة عادية، مش لازم. يعني انا النهاردة مش جاي اكلمكم ان انت عشان تبقي انثى ان انت تبقي دايما بيقولوا يعني ان انت تبقي انثى ان دي حاجه مكلفه، لا مش شرط خالص يا جماعه. انا من الاشخاص اللي مش بحب الفاشن ولا الميك اب ولا الترند بتاعت الميك اب ارتست والبيوتي لا انا انسانه طبيعيه جدا، بحب جدا البادي كير، بهتم بجسمي جدا، بهتم بنظافته، بريحته، بترطيبه، بهتم بصحه جلدي، بهتم بشعري، بهتم بنظافه بيتي، بحب كل حاجه كده تكون
تكون حواليا نظيفه ومرتبه، دي في حد ذاتها بتسيب انطباع عن اللي حواليكي ان انت واحده يعني انثى جميله راقيه. ودي حته مهمه جدا، ان انت لازم تظهري للناس بشكل ان انت انثى راقيه مش انثى متكلفه مصطنعه، يعني زي ما قلنا اللي هي اللي تحط ميك اب كتير واحمر واخضر والوانات وهيصه وتلبس كل اللي في الدولاب اغلى ما اقيم ما عندها عشان تبان ان ده تكلف. انت عشان تكوني انثى صح لازم تكوني راقيه، حتى لو مش لازم يكون عندك احسن عربيه، حتى لو بتركبي مواصلات عامه، حتى لو انت ماشيه صندل جزمة عادية، اي شنطة عادية، لبس عادي، بس اسلوب مشيتك بيبين ان انت واحدة راقية. يعني انا كنت بتفرج كده على واحدة صاحبتي قالت لي على حد كده لذيذ، بدر صالح، هو راجل بس دايما بيعمل فيديوهات عن كون انثى. يعني انا بشوف الناس دي لما بتعمل مجهود كبير جدا عشان هم نفسهم يبقوا بنات، وانت بنت مش يعني مش بتستفيدي بالامتيازات اللي عندك كبنت. في ناس بتحول جنس عشان تبقى بنت، يعني بيعملوا عمليات ووجع وألم، وانت عندك المواصفات دي والقدرات دي والمنحة اللي ربنا منحها لك ان انت كونك بنت، وانت مش عارفة تستفيدي بده كله، مش عارفة يعني تستمتعي بأنوثتك. يعني هي الفكرة كلها زي ما قلنا ان احنا بنعمل ده لنفسنا عشان نستمتع بأنوثتنا، ولما نكبر في السن ما نحسش ان احنا ضاع شبابنا هدر. لا، استمتعي بكل مرحلة في حياتك، استمتعي برحلتك في الحياة في كل فئة عمرية انت فيها، سواء انت بتسمعيني في الفئة 20 أو 30 أو 40 50 60 70 80، ربنا يديكم طول العمر. استمتعي بكل فئة عمرية انتوا فيها، كل فئة لها جمالها لها رونقها، بس في كاركترز في صفات في كل فئة لازم تكون موجودة فيكي. انا مثلا في الـ30 زي واحدة في الـ20، بس لازم يكون في صفات كومن، كوني بنت انثى راقيه بقدر اتعامل اتكلم اتصرف، مره لبس كاجوال مره لبس انثوي وهكذا، في حاجات كومن. بس في حاجات اللي في الـ20 غير اللي في الـ30 غير اللي في الـ40، يعني كل سن ليه مرحله وتفكير واسلوب مختلف، وده طبيعي جدا. بس لازم ما ننساش الحاجات الكومن اللي ما بيننا او الحاجات الكومن في كل مرحله احنا بنمر فيها على مراحل عمرنا. فالشخص الكيوت اللي هو بدر كرم، اللي هو دايما في ناس مش بتحبه عشان دايما اي حاجه غير المعتاد الناس بتهاجمها، انا لما اتفرجت على فيديوهاته يا جماعه حسيت ان هو يعني انتوا المفروض تتفرجوا على الحاجات دي عشان احنا نسينا ان احنا بنات. يعني سواء بقى هو غلط حرام مش حرام، مش يعني انا ما بتكلمش في الحته دي خالص، انا بتكلم ان احنا في حاجات كتير دروس كبنات ما اتعلمناهاش، محتاجين نتعلمها، محتاجين نترزها، محتاجين ان احنا نستكشفها ونستكشف نفسنا كأنثى، لان احنا انظلمنا فعلا في مجتمع. ان زمان كانت الانثى بتتعامل كانثى، بس بعد كده حصل ثورات والبنت لازم تشتغل والبنت حلو جميل والبنت تسافر والبنت بتدرس والبنت بتشتغل عشان تصرف على نفسها، حلو جدا الكلام ده، بس ما تخليش حاجه على حساب حاجه، ما تخليش اللايف ستايل بتاعك ان انت واحده جدعه وبنت قد حالها وميت راجل في بعض ان ينسيكي اصلك ان انت في الاصل بنوته، ان انت بنت. فما تضعيش في الهرجلة دي، اقعدي كده مع نفسك، صنفي نفسك انا ربع ولاد ربع بنت ربع ليدي ربع whatever. اوكي، هتلاقي دايما عندك كاركتر طاغي على كاركتر، وده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهاردة، ان احنا منخليش الكاركتر الولادي الصبياني الرجالي اللي فينا يطغى على الجانب الانثوي اللي فينا او ان احنا بنات. فانا عملت ايه عشان احاول، يعني انا لغايه دلوقتي يا جماعه صريحه معاكم بحاول ان انا اشتغل على الجانب الانثوي، ان انا من فتره تانية البس حاجه كده بناتي، البس هاي هيلز، اعمل روتين لاعتناء ببشرتي بضوافري، مش على طول حتى مانيكير، من فتره تانية بغير وغير الوان المانيكير، بهتم بشعري، بصرح شعري مره فوق برفعه مره بنزله، اسلوب الكلام ساعات صوتي بيبقى عالي ساعات صوتي بيبقى واطي، اسلوب الكلام لو انت مرتبطه او متجوزه
كل وقت ليه اسلوب في الكلام. يعني مش يعني كان في واحدة كده انا شفتها على اليوتيوب برضو، كانت بتدي مثال ان ازاي انثى بتتكلم كواحدة امرأة عادية بتتكلم، يعني طريقة الكلام يعني بتخليها سيكسي خالص او تخليها اسلوب عادي جدا يعني. فتابعوا الفيديوهات دي، اتفرجوا على الناس دي، لان سواء كارول سواء حد متخصص في الانوثة بيدرس. يعني انا مش جاية اكلمكم النهاردة ادرس لكم انوثة، بس انا جاية اديكم تنبيه تحطوه بعين الاعتبار ان احنا لازم، انا وانتو لازم نرجع اهتمامنا بالانثى اللي جوانا. فانا بدات اتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، اتابع كارول كتير جدا واتفرج على فيديوهاتها واتعلم منها من الحاجات الحلوه اللي دايما بحطها في عين الاعتبار، ان دايما حبي نفسك، دايما دلعي نفسك، الطفله اللي جواكي دي خلي بالك منها دلعيها. لما حد بيديكي امتياز او اعتبار تقبليه. لو انت مثلا على سبيل المثال ماشيه مع حد ولد وحاسه ان انت بردانه، اداكي الجاكيت بتاعه تغطي نفسك بيه، ما تقوليش لا انت هتبرد وانا مش لا تقبليه، هو مسؤول عن نفسه، انت تقبلي الكومبريمو، تقبلي الكلام الحلو، ودايما خلي عندك، افتحي طاقه ان انت تستقبلي كلام حلو من الناس، والناس اللي هي سلبيه زي ما قلنا ان احنا نقطعهم من حياتنا خالص. فعادي ان انت تتوقعي من الاشخاص اللي حواليك يدوكي كلام ايجابي وحلو ومجاملات، تقبليها وحسيها على نفسك، لان انت تستاهلي كل حاجه حلوه. بالنسبة لبدر كرم يعني بجد يا جماعة، يعني فيديوهاته اتمنى ان انتوا، مش عارفة انتوا اتفرجتوا ولا ما اتفرجتوش، وممكن في ناس تزعل اللي انا بتكلم عنه اصلا، بس بجد انا استفدت منه كتير جدا 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 جدا. يعني هو بيعمل فيديوهات كأنها افلام مسلسلات بالنسبة لي، انا بقعد اضحك وارجع تاني يعني ازعل على نفسي، وانا ليه الجزء ده من حياتي ضاع؟ انا لازم يعني، فده عمل لي زي تنويه انتباه، زي إشارة حمراء كده ان انتي لازم تاخدي بالك من الجزء ده ضاع من حياتك. لازم كل فترة والتانية كده نقعد مع نفسنا ونفكر مع نفسنا ايه اللي احنا محتاجين نشتغل عليه في نفسنا. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ياريت تشيروه كل اصحابكم البنات عشان نستفيد كلنا ونعمل مجتمع حلو مع بعض، لان الإنسانة الناجحة الشاطرة هي اللي بتقوم الناس اللي حواليها كمان يبقوا شطار وناجحين معاها. ولو عندكم أي أسئلة أو استفسارات اكتبها لي في الكومنتات تحت أو أرد عليها. متنسوش تتابعوا ستوريهاتي على الانستجرام يا جماعة، والله أنا كل اللي بيتابعني على الانستجرام بيقول لي أنت يعني إضافة جميلة جدا على الانستجرام، لأني دايما بنزل ستوريهات مفيدة جدا عن لايف ستايل، حياة صحية وبيفيدكم، ودايما بديكم كده تيبس وتريكس على الستوريز بتاعت الانستجرام، أنا النهاردة عملت إيه إيجابي وإيه اللي فرحني وإيه اللي تفاداته، فدي كلها بتديكم نصايح إن أنتوا تبقوا على الطريق الصحي الصح. ولو حابين تحجزوا معايا كول، انا سايبه لكم لينك على الانستغرام تقدروا تحجزوا معايا فيديو كول، نقدر نحط ليكي برنامج خاص بيكي، نتكلم وندردش، نفهم قصه حياتك واساعدك ازاي تمشيها على الطريق الصح. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه واشوفكم فيديو جديد. باي باي.